نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. حطوا صورتها. أول شيء حبيت أبارك لكم بالشهر يا عمري. وعاشر الخيرات. إيه حبيبتي. أوراد 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 العنزي. حبيبتي يا عمري يا حبيبتي أوراد. شلونش ماما؟ أنا الحمد لله طيبة. إذا أنتم نجحت عمليتها الحمد لله، ربي لك الحمد والشكر. ترى غرقت عينها قلت لكم. حبايبي والله أوراد وايد وايد أنا أحبك حبيبتي، وأنتي بطلة وشجاعة وقوية، وقاعد تعطين الناس دافع قوي إن هم يحبون الحياة يتمسكون فيها. برافو عليك بنتي. ومضاوي أختها. إي يا حبيبتي. مضاوي يمك؟ وين مضاوي؟ لا والله مضاوي مو يمي. سلمي عليها وايد وقولي لها ماما الهام هم بتقول لك تحبك وايد وايد. انا حابه اني ابارك لكم بالشهر، انتم وقفتوا معي وقفه عمري ما راح انساها يا عمري. وانا داقه من امريكا، مو علشان بشارك واخذ جائزه داقه، وحبيت اشكر ماما هيونه وماما الهام على وقفتهم معي يوم سويت عملية زراعة النخاع، ما قصروا، كانوا على طول ينزلون لي أدعية، يطلبون من متابعينهم يدعون لي، وأنا الحين داقة أشكرهم وأشكر كل من دعالي، وطالبة كل متابعين فانوس هيونة يدعون لي إني أرد الكويت بالسلامة. صار لي سنة الحين بأمريكا وسويت زراعة النخاع، أول زراعة بالعالم. وأنا قلت اني بثبت للعالم اني اقوى طفله، والحمد لله هذا انا قمت من مرضي وبقول اني بفضل الله اقوى طفله بالعالم. اشكر كل من دعاني وسال عني. وبيكم تعرفون شيء ان هيونه بس ممثله كوميديه، هيونه انسانه متواضعه وقفت معي وقف ما انساها. الله يخلي لها عيالها يا رب. يا حبيبي يا حبيبتي والله يوفقكم يا ربي. مسرحيتكم ريا وسكينه ان شاء الله اذا كنت راجعه راح اكون اول حضور. متحدثه جميله حبيبتي. لك عرض خاص يا اوراد، احنا نفتخر فيك. اخترب المكياج خلود الشمري قامت تناقز. انزين اوراد، انت فخر لنا، فخر للكويت، انت فخر للشعب الكويتي. انت مو بس كويتيه، لا انت طفله عربيه عالميه. بسم الله عليك الرحمن. انت طفله عربيه عالميه لانك كنتي اقوى طفله شجاعه في زراعه النخاع، وهذا واجب علي انا وماما الهام ان ندز لك ادعيه وندز وقفاتنا مع امك وابوك. كان قلبنا معاك وروحنا معاك، وانا وايد مستانسه لان امك قاعد تقول ان انت طول ما انت على الفراش قاعده تطالعيني وتطالعين برامجي وتطالعين مسلسل ماما الهام ما ادراك ما امي. وما ادري شلون يعني اوصف فرحتي بهالاتصال هذا. هي فعلا كانت مفاجاه لنا لما قالوا لي انا امس اوراد بتكلمنا، قلت لا خلتي اليوم الهام عشان الهام تفاجئ فيك، واحنا ناطرينك وبنعرض ريا وسكينه. والله العظيم حقك راح نفتح يوم اذا الله يعني رزقنا بمسرح، اذا خلصنا بالعيد، وان شاء الله المجلس الثقافي الوطني مو مقصرين معانا من كبير لصغير، راح نفتح عرض واحد هديه مني انا والهام الفضاله. وطبعا الفنانين كيفهم حق ذوي الاحتياجات الخاصه، وراح يكون العرض هذا هديه من لك انت يا اوراد وحق ذوي الاحتياجات الخاصه. اكيد الهام صح؟ طبعاً طبعاً. هذا العرض هديه من لك يا اوراد، اذا الله رزقنا مسرح عرض كامل لك ان شاء الله. متى بتردين اوراد؟ والله ما قالوا لنا الحين، بس ان شاء الله على شهر 8. يا الله تردين بالسلامه. تردين بالسلامه حبيبتي. تردين بالسلامه بس ان شاء الله على عيد الاضحى ان شاء الله. ان شاء الله امك تبلغنا قبلها وننطرك كلنا بالمطار، احنا والكويت وشعب الكويت واي مواطن عربي عايش بالكويت يكون معانا. حبيبتي يلا لا تتكلمين وايد، لا تتعبين، قاعده اسمع صوت الجهاز. يا عمري اتشرف والله بمتابعتكم حبيبتي. والله الله يحفظك. الله يحفظك يا بعد عيني، يا بعد عيني. مع السلامة.